حياتي ما بعد السجن موضوعنا ليلة تحقيقات تونسية. أسمع، أنت ساعة نتصور عديت حبسك في منوبة؟ في منوبة. قديش قعدت؟ قلنا؟ 9 سنين. 9 سنين؟ كمام؟ 9 سنين، فيهم فترات؟ ما عندك تقول بيريود هذية هكا، الشهر الأولاني هكا، العام الأولاني هكا، بعد 3 سنين هكا ولا؟ ده يشبهوا لبعضهم ولا؟ كيما بعضهم برشا وجيعة، برشا وجيعة، ما تطلع وتهبط الوجيعة. نعمل شوت، نعاود الريكوبيري روحي وحدي وحدي. شو معناتها انهيار عصبي؟ اي بلوز او موا. ديبريم مع ديبرسيون؟ مش بالمعنى الصحيح معناها، ما شربتش دواء الحقيقة. فما عبيد كما قلت لك من الاول، فما ناس نحب نعطيهم حقهم، خاطر وقتها انا في لحظه ضعف حبيت نشرب الدواء، وكانت فما بسيكولوج في الوقت هذاك كي مشيت لها هي اللي ما حبتش، وقالت لي كان باش تدخل في السيركل هذايا راك ما عادش باش تخرج منه جمله، وراهو ماهوش مجعول للنوعيه نتاعك انت. بربي ما دامنا نحكيو في الباهي، في الحبوسات الكل فما دي بسيكولوج، واللي شفتهم انا الكل واللي يحكيو عليهم الكل محليهم على الاخر، محليهم على الاخر ونصفوا على الأخر. عليهم ما به، وهاو بفضلهم هما ما خذيتش ما طحتش الدواء كل واحد الحمد لله. الايجابي اللي غاديك تتعرف على عباد، تتعلم منهم كي تحب تتعلم، تتعلم منهم الباهي كيما تنجم تتعلم الخايب، هذاك انت والكاباسيتي نتاعك. فهمت. الإيجابي تتعلم برشا نظام، اللي يحب يتعلم النظام ولو أنه فما نظام يوجع. أكاهو مانيش باش نجم نقول لك برشا إيجابي، باغ كونتخ نجمو نتعداو ديريكتومون للسلبي، اللي أنا نقول ونعاود راهي ياسر ما فماش إنسانية. راهو فما حاجات دي بروسيدور هما يعملوا فيها انا ما لقيت لها حتى تفسير. كيما خلينا نكونوا برسمك عمليين يا اسماء، انا باش نكون ترانسبارونت على الاخر، مش ترانسبارونت باش نوصل التصوير. لا نحبك تكون حاجات معناتها مش في العموميات، اعطيني بالضبط الحاجه هذيك، الحاجه هذيك، وهو عندنا اسيسو ثاني نجم يجاوبك معناتها، لا يقول لك في محل. الحاجه هذيك انك كي ما تصبش ما تتحبش وما تسلكش امورك وما تقضيش حوايجك، يلزمك تصب. نفسروا العباد معناتها ما تصبش. شنو معناها تصب؟ معناها انت صارت حاجه قدامك مهما تكون الحاجه، ويعيطوا لك يا فلانه صحيح صار هكا وهكا، ابسطهم باش تقول ما نعرفش، ما انتبهتش، كنت نقرا ولا كنت نتفرج ولا. اللي تجي بعدك تشهد وتقول راهي فلانه حاضره، تعرف شنو يصير؟ الخمسه والاربعه بتاع الصباح فلانه لمدبشك ماشيه القفصه ماشيه السفاقس، انتي سامحني انا لهنا 4 حيوت وغادي 4 حيوت، ووالديا ودارنا، شنو ذنبهم؟ ميم با يلبخو لابين باش يهزوا التليفون ويعلموهم حتى يجيو ويجيبوا قفتهم ويشدوا الصف ويوصلوا فلهنا الفلانيه، لا ماهيش لهنا في السجن الفلاني. انا ما في باليش اللي فما سجون نتاع نساء بخلاف حبس منوبه. يا اخي فما وين فما بخلاف فما في صفاقس، فما سوسه، اجنحه، فما القفص، اجنحه، اجنحه. فهمت كيف؟ معناتها انت دول. اما سامحني بالله باش نرجع الكلمة انت قلتها سي سامي، هو شنو اسمه؟ منظومه شنو هو؟ السجون والاصلاح. معناها انا كي غلطت غلطه ودلست شيك والا عملت حاجه باش تصلحني، مش باش تزيدني عيب اخر، تزيدني عيب اني انا نقود اللي انا نضر الناس وانا نكون سبب في سي سفيان. وقت اللي تحب تدخل انت عندك كارت بلون، وقت اللي تحب تدخل دخل، خليني جوست نكمل معها ونقول به بلوغه الحبس قاعدوا يفرقعوا فيك، مش من بيت لبيت اما من حبس لحبس. عملت تور دو تونيزي؟ ايش عملت؟ لا لا عملت بلاصه كهو. بلاصه كهو؟ المهم صفاقس. صفاقس. شنو السلبيات الاخرين؟ تخليط برشا، ما يخليولكش فرصة نتاع افواغ لا بي، نتاع استقرار، نتاع معناها تقول اي هو حبس، هذيك وخايتي، هذيك صاحبتي، ليه هذوما كلهم ما يصيروش، ما يلزمهمش يصيروا. معناتها تقول أنت أنا تولي عندي شوية عاداتي هكا ومستانسة نقوم الصباح نمشي على الفتيلة مع فلانة وناخذ معها فطور الصباح. لا في لا فتيلة واحد هذوما في فماش في حبوسية نساء. لا
ميكرون عندكم دوم؟ لا ما عندناش في الشامبر، هم يسخنونا الحليب يجيبونا وساعات يعقونا ما يسخنوناش. فوالا بالضبط. وتاكلوا ماكله سخونه ولا؟ اه ما ساعات تجي بارده تقعد القلبه اسمها قلبه. لا سامحني كي تجيك القفه نتاعك سخونه معناتها تعتي تكوني سخنكم؟ لا داركم كان يجيبوا لك، كان يسكنوا قرايب يجيبوا لك سخونه. ما هي القفه تجي نهار بعد نهار. ايه لا مش من الناس ما عندكش الحق تسخنها تاكلها بارده. تاكلها كيما هي. شو ما تسخنوش تقرا راسك انت في الصيف ميم با ساعتين تقرا تحت الفرش. تحط منديله من الاولى باش تحاول. لا ما نحكي لك على التسخين. ما يسخنوناش ما عندهم معناش الحق. وما تعملوش حليب سخون وحدكم في البيت. لا هما يجيبونا حليب سخون. ساعات يعاقبونا ما يحبوش يجيبونا. عندكم سيرفيس معناتها انتم يجيبوا لكم المربوطه المحكومه تخرج تخدم في الكوجينه تخرج تخدم في الحجامه في الخياطه نتاع الكوجينه تجيب لنا حليب سخون الصباح نعطيوها احنا حليب وهي تسخن لنا. باهي معناتها تقول انت وقت اللي يبداو عندك شويه تنظم حياتك شويه غاديك وتعمل صاحبه تتفاهم معاها وتولي عندك امورك هكا ركزه قد قد هما يدخلوا فيك فوعه وكل واحده هذيك تعاود تبدل من بيت اخرى من جناح اخر هذاك هو ولا لا؟ اي من بيت اخرى من جناح اخر. علاش انت كنت تعمل هو راهو باش نستعملوا لغه السجون التفرقيه هو نوع من العقاب. ايه انت علاش شنو المشاكل اللي كنت تعملها؟ لا ما عنديش مشاكل. ماني نقول لك هكيكه هكيكه. شنو هكيكه؟ هكيكه ينجم يقول لك مثلا اليوم الصباح جاء قرار نتاع تصنيف. التصنيف يدوم شهر شهر ونص شهرين. بعد ما عادش تصنيف. عاود خلوث. احنا يساعدنا على الاخر، انا مثلا قضيتي يساعدني على الاخر التصنيف. خاطر تلقى روحك مع ناس نظاف، ناس معناتها نظاف، معناتها ناس كاتيجوري اخرى، مش مع سفاح تلقى روحك، فهمت؟ يساعدني التصنيف، فهمت؟ من بعد يظهر لهم ما عادش فما تصنيف. مثلا انت تنظم روحك مع هذيك دياركم باش يعطيوا الخلاف لبعضهم. مرة هي تجيب القفة ومرة جميع الآخرين يجيبوا القفة باش تلقى فهمت؟ فاش تلقى روحك الريتم هذاك كله طار. معناها دي بتي ديتاي بوتيتر أنا كي نحكيهم يقعدوا ماهمش دي بتي ديتاي معناها يظهروا بانال على الآخر ما هما راهو وشيعة على وشيعة على وشيعة على وشيعة ماهمش دي ديتاي والناس الكل فاهمة اللي معناها أنت حطيتي بين أربع حيوط وبعتني على دارنا سي فغي أنا جاسوم أنا ما نقولش راني تظلمت ما تظلمتش أنا عملت وقعدت نخلص أما نخلص ماديش نعمل ما معناها انا ريت ديكا بلو غاف معناها بيغ اكثر عبد تكره في الدنيا ويكون يعمل لك شنو يعمل لك تقول ان شاء الله يموت ما تنجمش تقول ان شاء الله يدخل الحبس ياسر خايب خاطر ريت ماكش تهز في وجيعتك انت كهاو تهز في وجيعتك وجيعت امك وجيعت بوك وجيعت اخواتك وجيعت الناس اللي يحبوك انت تهز فيها انت تهز في وجيعتهم وهما يهزوا في وجيعتك ياسر وجيع على باللي نقول لك وياسر فجيع وياسر ضايع وياسر ما تطمنش وياسر ما ترتاحش وياسر يحكموا فيك وياسر يبربدوك وياسر يبازبلوك سامحني انت تجيك بالتحليل علاش قلت لك كل واحد باش ياخذ حقه تجيك بالتحليل فشتي شيتي تقول لك اقف بحذا فرجك باش ندخل نحسبكم عايشه ويرحم والديها تجيني واحده اخرى ستة بتاع الصباح باش تسكر حسابها تخرج فيا الواه البرد شنو اللي باش يزيدها سامحني شنو اللي باش يزيدها والا تجي واحدة عندها ما نعرفش مصنفة ما نعرفش مع شكون ايه قوم انت اعطي فرشك لفلانة عليه تقيم فيها عليه تقيم فيها هذيك تعدي حبس وهذيك تعدي حبس بكشي هذيك كي عاشت البرة عايشه كونفور نساء عندهم اكتظاظ في السجون ولا فما يجي في بالي لا في بالي نساء ما عندهمش اكتظاظ لا تجي جيت سورتو شامبر العبور اللي دوما تدخل يدخلوك فيها بالمية ونساء ترقد اللوطة وترقد على الزاولة زوز مع بعضهم في فرش انا رقدت في زوز اول نهار رقدت مع طفل حتى هذا زاد ومن بعد حتى ونزيد 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 بعد يصنفوك الشامبر اخرى اصغر فيها 30 بعد يفرقوا بعد كا باهي سي سوفيان باهي سامي نحبوا نسبوا الامور ونحكيوا توا نحكوا على الواقع كيفاش تعد عديت انا راني نتعاطف شويه بحكم اي انسان بالعاطفه نتاعو يحكي على التجربه نتاعو كيفاش يحسها هو واللي تلقاها التجربه هذيك في اطار مثلا تطبيق القانون فما حاجات يلزمها تتعدى بها تقول لك فما اكتظاظ مثلا في بيت العبور يلزمك تتعدى على بيت العبور قبل ما تتعدى على الفحص الطبي قبل ما تتعدى باش تصير لافيكتاسيون والتصنيف يلزم تتعدى
الحاجه الملاحظه ساعه نحب نقولها سي سامي، وانه ال 40 مليار اللي يظهر حاجه كبيره، راهم يبنيوش حبس مطابق للمعايير الدوليه، هذه حاجه. باش نحكي لك انا الاراده والتوجه. صحيح تقول لي سجوننا ورثناها، فما سجون كانت ضايعات، فما ثكنات ما كانتش معده للتاهيل والاصلاح. انا نعطيك سي سامي 2016 كانت عندنا 68 ورشه، توا 2017 حاليا تمشي تشوف في جميع الاختصاصات لا ليمينو ولات 81. بالنسبه للعون في تعامله مع السجين، مش هو اختار السجين. اي سجين يدخل بموجب بطاقه قضائيه يجي للحبس، معناتها من الاول العلاقه ما عندوش علاقه عدائيه معاه. هذه حاجه. وبالنسبه بالنسبه للاعوان اللي نشجعوا على القواده، هذا مش صحيح سي سامي. لا صحيح. اسمعني انا نعطيك انا مثال على خاطر توا نوليو اغزلي لي معناتها اغزلي تنجم تلقى حالات، تنجم تلقى حالات. تلقى حالات من عموس سي سامي، علاش نقول لك من عموس؟ موجود الحالات مش موجود. موجود. على خاطر العون العون اللي يخدم في الصحيح، العون اللي يخدم في الصحيح واحنا قاعدين نشجعوا فيه، مش نشجعوا فيه على القواده، بدليل وانه اي عون يقع ضبطه مثلا باش يمرر ممنوعات ولا حاجات ولا في امور ماهيش قانونيه يتعرض على مجلس تاديب المساجين ونيال العقاب نتاعو. متفقين متفقين. به انا حبيت نجاوبك على نقطه واحده على حكايه الاراده. معناتها بقطع النظر على الارقام وعلى الفلوس اللي نحكيه بالمليارات وكذا، باش نكون احنا عمليين معناتها. عدد المساجين حاليا 22019 سجين، ونشكروك معناتها سيادتك اللي مديتنا بالارقام، ونشكروك على الشفافيه. ما كانش الارقام هذه ما كناش نجمو ناخذوها احنا، ومشكور سيادتك. به تبقى على 22019 سجين اللي يتمتعوا بالبرامج هذيا نتاع الادماج 1458. اي اون بورسنتاج شوف قداش. هذوما راهو بعد الافراج سي سي. معناتها هذوما المصلحه المركزيه للرعايه والادماج. هذوما تمتعوا سواء ما تم التنسيق مع السلطات المحليه والجويه اللي باش يعمل رخصه نتاع ينتصب للواحد. هذايا باش يدبر خدمه. هذوما هما باش نحكي انا على البرامج نتاع خلال فتره قضاء العقوبه. به اسمع اليوم نحب نعرف شنو احوالك قبل ما تمشي. لا بالحق نحكي معك. والله الحمد لله. أه؟ والله الحمد لله. تخدم نخدم وعملت عائله وعندك صغيرات وعندي صغار وولدك الفوق يستنى فيك هذاك عزمك تمشي. اي بالضبط. به هل ترى الحبس خرج من مخك؟ لا. وقتاش تفكروا؟ كل يوم. كل يوم. لونغواس مع شكوح. كل يوم. اما كل يوم اقول الحمد لله. تحمد ربي اللي انت ماكش في الحبس، والا هل ترى فما نوعا ما من الحقد على الدنيا اللي دخلتك الحبس؟ فما نوع من الفيختي. الفخر. ايه. باش. اللي انا خرجت لاباس. اللي انا امراه 9 سنين وقفت على ساقيا وعاودت حياتي، وانا سيتي لو بوت علاش انا جيت. به. نشكرك على الإجابة ويعطيك الصحة وعلى شجاعتك ونجم نصفق عليك. أما نحب ندقق هل ترى أسمع وخمم معايا شوية، ما نعرفش كان خممت فيه أنت الموضوع هكا ولا لا. هل ترى وأنك نجحت اجتماعيا، معناتها كونت أسرة، هل ترى النجاحات اللي عملتهم الكل في كل الميادين نحاولك لوجع عليه في داخلك؟ عوضوني. مش نحاولي، عوضوني. كيفاش؟ عوضوني على الوجع. صحيح انا كي نتذكرها يخرب، معناتها ينجموا تنسى، معناتها تعادت بين الكل. نتناسى. اه؟ نتناسى. فما فرق لو بين ننسى ونتناسى. لا ما ننساش، لا ماهيش حاجه تتنسى. معناتها على خاطر انت تقول انا، على خاطر انت تقول كيف تخرج، تقول ما يلزمنيش ننهار، يلزمني نكون قويه، يلزمني نعمل عائله، يلزمني نلقى خدمه، يلزمني ننجح، يلزمني نوري روحي قوي قدام العباد. باهي توا انت نجحت. وريت روحك قوية قدام العباد وعملت اللي لازم يتعمل للكل واقفة على ساقيك. هل ترى هذا فسخ لك الحبس من مخك؟ لا. فما حد شيء فسخ. فما وجعة مازالت موجودة؟ ايه. تعرف شنو الوجعة؟ كيفاش تترجم الوجعة؟ الوجعة انك تكون سبب في وجعة عبد عزيز عليك من غير ما تقصد. على شكون تحكي؟ نحكي على دارنا. يا ما هاك خرجت ولا لاباس؟
اما انا عملت لهم حاجات خايبه ما كنتش ما كنتش ناويه باش نعمل هيك. انت خلصت انت مش مشكل خلصت انا خلصت اما ما زلت مع واثقه مش مشكل معناتها هما اما اعطيني انت شنو احوالك؟ انا الحمد لله في مخك لاباس الحمد لله على الاخر اي الحمد لله على الاخر اي الحمد لله الحمد لله شكون صار اي وانت في مخك لاباس مريقله؟ لاباس لاباس بعدين ها؟ بعدين لاباس عليها في بالك اللي انا كل لاباس يا عبد الحميد راهو لا لا بالحق سي سامي لاباس نقول لك علاش لاباس على خاطرني عايشه جو سوي اوغوز نحب صغاري عايشه كيما الناس الكل عملت اصحاب جدد اصحاب جدد لصحبهم 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 بعد كنقول خيط انا مخيبني كيفاش اصحاب وناكل معاهم الماء والملح وما نقولهمش على بوان نوار في حياتي ايجا يا فلانة ريتني انا وتبدا هي تحبني على الاخر مخبي عليك حاجه تقول لي شنيا نقولها هكا وهكا تقول لي انت ليه ما نحبش نسمع الحكايه هذه ريتو وتعزني اكثر وتحبني اكثر وتقدرني اكثر وتقول انا عندي صاحبات توا وهما كي باش يتفرجوا فيا اكيد باش يعرفوني حتى كان انا كاموفلي باش تقول لي انت ليكزامبل نتاعي خاطر الحبس نجم اذا كنت تحب تتعلم منه راك تتعلم منه برشا باهي الناس صحابك حلوا لك بينهم ولا خلينا نرجع لك سؤال متحمل اي على الاخر دونك متسامحين التوانسة على الاخر ما نجمش نقول التوانسة راني انا نقول عائلتي راهو عائلتي ما نبذني حتى حد الحمد لله وما طيشني حتى حد وما وجعني حتى حد وحتى حد ما قال لي كلمه مال بلاسي بالعكس فما عباد لقيتها تقربت لي تحب تاخذ من عندي وتحب تتعلم من عندي خاطر سيتي ان اكسيدون انا راني نقول سيتي ان اكسيدون كلهم سي دي اكسيدون يعني سيتي ان اكسيدون كيما قلت بكري راهو ريت كله مش كله سي عبد الحميد مش اكسيدون العباد العباد اللي تقول مش تستحق لا لا عارف روحك خويا على شنو انت تعرف معناتها ما عارف روحك على شنو خادم ولا لا وقتها معناتها عارف روحك اللي راهو الثنيه اللي شددها راهي ثنيه ماش وسي عبد الحميد انت معناتها ما معناتها الحبس ما عنده عليك حتى تاثير خاطر توم بعديك نرجعوا نحكي وتعاود معناتها انت تتوقف ديما الفرد سبب للانتماء وتوقفت مره اولى للانتماء المره الثانيه للانتماء والمرة الثالثة كيف كيف معناتها عمره ما كان ردعي بالنسبة لك انت هذاك شو بعدك استمعت اي اما هذاك شو حبيت نقول مقارنة بها هي اللي ولات حاضرة على الاخر وترد بالها سامحني انت حاضرة بصفة عامة في المعاملات البسيطة ولا حاضرة خايفة لا تعمل حاجة تدخلك للحبس؟ حاضرة مع روحي مش ايه مع المعاملين اي خايفة لا تعاود ترجع للحبس ولا حاضرة حاضرة في المطلق معناها حاضرة ليه؟ لأن غلط غلطة بيتمون فوالا تروماتيزي من الحبس معناتها مفجوعة من الحبس اي أما معناها تحكي لي شيرة نوم ومعاملات وعيشتي لا لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله راني مانيش نزين في التصويرة بالحق الحمد لله وسي أون فو أون بو فرحانين ليك باهي لا معناتها أنت نجم نقولوا مثال وأنه واحد بعد تجربة السجن ينجم يخرج أولا ناجح اجتماعيا مهنيا واللي هو أهم حاجة في الأخر نفسيا هكا ولا ليه ميرسي مدام ميرسي شكرا على الحضور